شيخنا ذكرت السبيرتو، ذكرت كل قليل السبيرتو. شو حكم استعمال السبيرتو مثلا كدواء مطهر؟ انا ظننت ان الكفاعين تنحكم. لا لا انا سمعت، لا سابقا سمعت عن الكلوب. لا لا لاحقا، الان لاحقا بدي يعني اتنور اكثر. خمر، خمر حتى في المطعم تعرف انه خمر؟ نعم. اما حتى ولذا ما حلها ابن عرب لا يجوز استخدام على الاطلاق. يعني سبيرتو بتقول الخمر وقولك الحق، حتى في ايش؟ في الطب؟ نعم في الباب الاولى. كيف هذا يقال؟ يعني بتغير بيخرج عن كور الخمر؟ لا خمر مثلا حديث ايضا حرام. حرام قلنا الله بدي استخدم الخواطر. لا تقبلوا يا جماعه، لعن الله في الخمرة عشرة. مين ده يجيب الخمر هذا؟ سبيترو مين ده يجيبه؟ حامل شاري بنزين مرة كان بك تعصره؟ انا لا انا عشتين ودكان ده صيدلية. لا انت ادمي ما بتعصره كويس. تشكرين نوعي سبيرتو الازرق والابيض. نعم هذا ان صدق قوله ان الازرق هو سام وليس بمسكر. ما ادري ان الحقيقه صح هذا ولا لا. اما ان كان مسكر فهو حرام. بلا شك جوز الطيب يا شيخ كذلك. جوز الطيب اللي بعرفه انا انها مخدره او كثير منها يخدر وليست مسكره. فإذا ثبت أنها مسكرة بطريقة التحليل الكيميائي المعروف حكم سبيرتو. وإذا ما خشب بيقولوا البنزين مسكر كمان. لا بنزين السيارة فيه يعني الناس تقول مسكر. هذا قول ابن بلدكم وبس. مخدر بنزين السيارة. نعم مخدر بنزين السيارة. هلا هو بيحرق ال ما بقدر تشتغل انت. نعم يموت يشتغل علاج من مخدر ما يحرق في الصفه المخدر مضر منه يحرق مضر منه. اي نعم. طيب الاستاذ تلعبها في الجزء الثاني رجلة حليم شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يا شيخ؟ نعم التشريح يعني بالنسبة لنفس ال مشان نفس السبيرتو نضل عنده قبل ما نطلع عنه. السبيرتو الطبي ضروري لتطهير المكان ان شاء الله انه بتكون بعيد عنه ان شاء الله ما بحتاجه ان شاء الله. نعم مشان الابرة مكان الابرة. نعم تعقيم موضع غرز الابرة يعني في معقم غير سبيرتو. ايش في؟ دبي معقم دبي هاي بنرجع منها. نعم. Thank you.